في قديم الزمان عاش نبي كريم هو داود عليه السلام، أحد أنبياء الله الذين يمتد نسبهم إلى يعقوب عليه السلام، وداود هو والد سليمان عليهما السلام. في الزمان القديم كان هناك ملك يدعى طالوت، وكان ملكا على بني إسرائيل، وكان سيدنا داود من بني إسرائيل. فأمر طالوت بني إسرائيل بالخروج لقتال جالوت وجنوده، وكان جالوت هذا قائدا قويا وشديد البأس. وفي الطريق إلى المعركة كان الكثيرون من بني إسرائيل في خوف شديد من المواجهة. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وماذا بعد يا جدي؟ ماذا حدث؟ عندما التقى الجمعان طلب جالوت أن يخرج له مقاتل من بني إسرائيل للمبارزة، فهابه الناس. هل من مبارز فأسحقه بين يدي؟ من يقاتل جالوت؟ من؟ يا إلهي، إن جالوت عظيم الجسم، عظيم القوة، إن من يبارزه سيموت لا محالة. لم يخرج له أحد لشدة بأسه وقوته، واستبد الخوف بالجميع. فطلب داود عليه السلام من طالوت أن يسمح له بملاقات جالوت. أعجبت طالوت شجاعة سيدنا داود وأمر له بدرع حتى يرتديه، ولكن سيدنا داود لم يعرف أن يمشي بهذا الدرع فخلعه، وتقدم بعصاه وخمسة أحجار قام بانتقائها من الوادي، ومعه مقلاعه إلى جالوت، وبعد كلام معه رماه سيدنا داود بحجر أسال الدم من جبهته، وأخذ منه السيف وقتله، وهكذا قتل داود جالوت. إنها قصة جميلة. إنها كذلك يا أحمد. وعلى أثر ذلك عينه طالوت رئيس الجند، وأحبه بنو إسرائيل، وأصبح له المكانة عندهم. وبعد أن انقضى عهد طالوت ملكوه عليهم. وبذلك جمع الله سبحانه وتعالى له بين الملك والنبوة. قال تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. وكان الله سبحانه وتعالى قد ألان له الحديد فكان يفتله بيده فلا يحتاج إلى نار ولا مطرقة، فكان أول من عمل الدروع من زرد، وكان يأكل من عمل يده. وكان عليه السلام ذا صوت حسن وعظيم في قراءة الزبور، بحيث إنه إذا ترنم بقراءة كتابه تجيبه الجبال وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشية، وتقف الطير في الهواء وتتجمع حوله لتسمع صوته. قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب،
وسخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وكان عليه السلام يقضي بين الناس بالحق معتمدا على شرع الله وعلى القاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فكان عليه السلام مصيبا في القضاء فاهما له، إلا أن الله أراد أن يأتي له خصمان ليحكم بينهما، فتسلقا السور ودخلا عليه فجأة وهو في محرابه فخاف منهم، فقالوا له: لا تخف، نحن خصمان ونريد منك أن تحكم بيننا بالعدل. فقال الأول: إن هذا أخي في الدين والصحبة، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال لي: أعطني إياها، فما رأيك أيها النبي الكريم؟ فقضى سيدنا داود له وقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الأصدقاء من يظلم بعضهم بعضا. وكأنما أدرك سيدنا داود وعلى الفور خطأه، وهو أنه لم يسمع من الطرف الآخر وتسرع بإصدار الحكم. فكما يقال: إذا أتاك شخص وقد ضربت عينه فانظر إلى الآخر، فرب أن عينيه الاثنتين قد ضربتا. وعلى الفور استغفر داود ربه وخر راكعا لله. هذا يدل على مدى ورعه وحبه لله. قال مالك بن دينار في قوله تعالى عن داود عليه السلام: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، إن داود عليه السلام يقوم يوم القيامة عند ساق العرش فيقول الله: يا داود، مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني في الدنيا. فيقول داود عليه السلام: وكيف وقد سلبته؟ فيقول له الله تبارك وتعالى: إني أرده عليك اليوم. فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان، وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. وقد ذكر في الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السلام أن الله لما استخرج ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام، ورأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي رب من هذا؟ قال الله جلت قدرته: هذا ابنك داود. فقال آدم عليه السلام: أي رب كم عمره؟ فقال الله تبارك وتعالى: 60 عاما. فقال آدم عليه السلام: أي رب زد في عمره؟
فقال الله تبارك وتعالى: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم عليه السلام 1000 عام، فزاده 40 عاما. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت. وماذا بعد يا جدي؟ قال آدم عليه السلام لملك الموت: بقي من عمري 40 سنة. ونسي آدم ما كان وهبه لولده داود، فأتمها الله لآدم 1000 سنة ولداود 100 سنة. وأما وفاته عليه السلام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل في وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني الحجاب. فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله. ثم مكث حتى قبضت روحه، فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس، فقال سليمان للطير: أظلي على داود. فأظلت عليهم الطير حتى أظلمت عليهم الأرض، فقال سليمان للطير: أقبضي جناحا، أي ضم الأجنحة أيها الطير حتى يتسنى للضوء بالعبور. صحيح رواه أحمد. وهكذا توفي نبي كريم أعطاه الله الملك والنبوة، ليأتي من بعده ملك ونبي آخر، وهو سيدنا سليمان، كما سأحدثك عنه لاحقا يا أحمد. إن هذه القصة ممتعة جدا، ونستفيد منها الكثير من العبر.